أخرى فإن دور الآباء والأمهات يتجلى في اختيار أدوار الغذاء الصحي والسليم لأطفالهم، لأن الأطفال يكونون في مرحلة نمو تؤثر بالصحة الجسدية، كذلك طوال عمرهم، والتفريط في ذلك قد يؤدي إلى ما يعرف بسوء التغذية. إذا ما هو الغذاء الصحي؟ وما هو الغذاء غير الصحي؟ ما هي الأطعمة التي تبني أجسامنا؟ هذه أسئلة أخرى سنحاول الإجابة عنها من خلال عرض بعض الأناشيد والمسرحيات التي ستقربكم لهذا الموضوع. أتمنى لكم فرجة ممتعة. قبل البدء نود أن نفتتح مجلسنا هذا بتلاوة آيات من الذكر الحكيم سيتلوها عن زميلكم زميل زياد مفتاح، فليتفضل. مشكور. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون، فاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون. لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما. صدق الله العظيم. وما هي هذه العناصر الغذائية أيها الطبيب؟ يحتاج جسمك
جسم الإنسان يحتاج جسم الإنسان إلى 6 عناصر وهي الكربوهيدرات والبروتينات والدهون الصحية والفيتامينات والمعادن والماء. فهذه العناصر مهمة للجسم لأنها تبني الأنسجة وتمد الجسم بالطاقة. إذا يجب عليك تناول الأغذية القنية والشربات وأكثر من أكل الدواب والخضار ولا تنسى شرب الماء يا بنيتي. Thank you.
حكاية لطيفة حدثت في ضحى النار، حكايتنا عن ملك الفواكه والخضار. قالت التفاح: الأسد ملك الحيوانات والقفار، والنسر ملك الطيور صغارا وكبارا، فلماذا لا نختار ملكا للفواكه والخضار؟ فأصغت البرتقالة الدهبية الجميلة وقالت:
Alimentaire sans pas idéal, faites en sorte de
objet avant de souffrir d'une éventuelle maladie liée à une mauvaise alimentation. Maintenant, on présente les acteurs de notre pièce. L'homme obèse. Pendant Chani. Le vieux monsieur. Le Roussouel. La vieille dame. Rina Kitaudi. La maman. Isra Hachi. Estaf. Nada Ouzir. L'homme qui a mal aux os. La fille qui l'a mal au dos. Antonio. Ismaël Hanan. Ceux qui ont présenté la première présentation. Léa Noir.
J'espère qu'elle vous plaira. Sources lentes qui vont fournir de l'énergie sur la durée.
riche en fibres alimentaires et il facilite le transit. Et ils sont simples et rapides à préparer. Le lait apporte une source apportant de calcium qui va contribuer au développement des hommes. Certes, c'est une évidence, mais il est bon de rappeler que l'eau est essentielle pour l'enfant qui ne va pas toujours manifester sa soif. Elle est riche en sels minéraux dont l'organisme a besoin. Avoir une alimentation équilibrée et belle est bien synonyme de plaisir de la table. Il n'y a pas ici question de se priver, mais bien au contraire d'avoir des repas variés en suivant quelques règles simples. L'alimentation équilibrée se résume en deux points, la diversité dans l'assiette et la régularité des repas.
Voilà, on vient mourir. فمن تكون يا غريب؟ أنا المشروب العصري ذو الطعم الحراري. أنا المشروب الغازي ولا غني عن التعريف. ولا أخفى عليك ألا ترى اسمي في الشوارع الواسعة وعلى الشاشات اللامعة والمطاعم العالمية والمقاهي الليلية. نعم عرفت الآن، أنت الذي خدعت الناس بمظاهر الموائد وأدخلت معك الأمراض والمصائب، فجلست بالبطنة وذهبت بالبطنة. ماذا تقول أيها العجوز؟ فأنت لم يعد لك عهد موجود، فاستبدلك الناس يفضلونني عليك، والشاهد على ذلك كثرة مبيعات وانتشار أنحاء العالم وازدهاري، فلا ترى شابا إلا وهو يرتب بافتخار. أتعلمني بالقديم؟ هذا فخر لي، أني موجود من قديم الزمان في عصر الصحبة والأعيان. وهون عليك، ما فضلك عليه هي إلا أهل العقول الخاوية والأفكار الواهية. وأما أهل العقول الحليمة والأجسام السليمة لا يقدر بديلا عني. وكيف هم يعلمون من صنعك وما مدوناتك؟ فقد جئت من بلاد الكفر والفجور، وقيل يدخلوا في صناعتك مشتقات غريبة. وانا بشأنك خبيرة، فمن كان كذلك هو لا يستبدل الذي هو أدنى بالذي هو خير في الصحة والقوة والنشاط إلى غير رجعة. فستشرب الحليب أم المشروب الغازي؟ الشخص طيلة لحياته.